دلوقتي احنا فصلنا اطراف حساس الدوران، هنشوف ايه اللي هيظهر على الجهاز في حالة فصل حساس الدوران. دلوقتي هنعمل التيست مود قبل اضغط رينز مع اون، تمام، واضغط ستارت عشان اخش في نظام التيست مود. اضغط على كورس عشان المفروض المروحة تلف يبدا يظهر لي علامات الدوران على الشاشة. طبعا زي ما احنا شايفين المروحة بتدي الحالة بتاعتها اللي هي تلف يمين وشمال، وطبعا دي حالة غير الحالة الطبيعية بتاعتها. في نفس الوقت هلاقي ان الليد بتاعي على شاشات الغسيل والعصر ما بتديش اي دوران، نتيجة لان حساس الدوران فيه عطل او اطرافه فيها عطل.